بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله فضيلته في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يتضمن هذا الشهر الكريم العظيم أياما مباركات عظيمات، هن ليالي وأيام العشر، فما توجيه فضيلتكم للمسلمين عموما في هذا الشهر الكريم وعند دخول هذه الأيام المباركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فلا شك أن رمضان كله شهر عظيم، شهر مبارك وفيه فضائل عظيمة، ولكن العشر الأواخر منه لها مزية وزيادة فضل على أوله، لأنها ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، ولأنها ليالي الاعتاق من النار كما جاء في الحديث، ولأنها الليالي التي يترجح فيها تحري ليلة القدر العظيمة، ولأنها الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر العبادات ما لا يجتهد في أول الشهر. كان صلى الله عليه وسلم في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة عليه الصلاة والسلام، وزاد في التهجد. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاعتكاف فيها، إنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعتكف في العشر الأوسط، ثم تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فانتقل باعتكافه إلى العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. فهذه أيام عظيمة، لياليها بالتهجد ونهارها بالصيام والذكر، فهي عشر مباركة، فينبغي للمسلم أن يزيد اجتهاده فيها وأن يزيد تهجده فيها عما كان في أول الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد اجتهاده وتهجده في العشر الأواخر. والذين يقولون إنه لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة كما في الحديث الوارد عن عائشة، نعم هذا صحيح، ولكن ما هي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في 13 ركعة أو 11 ركعة؟ لقد كان يقوم عليه الصلاة والسلام قياما طويلا، ويركع ركوعا طويلا، ويسجد سجودا طويلا، وقد ورد عنه أنه قرأ في الركعتين بثلاث سور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف يتعود. هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، كان يقوم على قدميه حتى تفطرتا من طول القيام، فأين نحن من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن أراد أن يقوم مثل قيام الرسول فليقتصر على 13 ركعة أو 11 ركعة، ولكننا لا نستطيع ذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم زادوا على 13 ركعة في رمضان، كانوا يصلون 23 ركعة، لأنهم كانوا يخففون القيام والركوع والسجود رفقا بالناس. والحاصل أن التهجد في العشر الأواخر يكون أكثر من التهجد في العشرين الأول. العشرين الأول يقتصر على صلاة التراويح بعد العشاء، وأما في العشر الأواخر فيضاف إلى صلاة التراويح صلاة التهجد في آخر الليل
كما كان الصحابة يفعلون ذلك، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر، إلا عند السحور. نعم. أعمال البر الأخرى فضيلة الشيخ في هذه الليالي المباركات والأيام المباركة، كما ذكرنا أن شهر رمضان كله أعمال بر، كله أعمال خير، ولكن في العشر الأواخر يزيد البر ويزيد الخير ويزيد الاجتهاد في العبادة، لأجل ختم الشهر بذلك، ولأجل أنها تصادف ليالي الاعتاق من النار، وتصادف ليلة القدر أكثر من غيرها، فلأجل ذلك تكون أعمال المسلم في العشر الأواخر أكثر منها في العشرين الأول، تهجدا وتلاوة للقرآن وذكرا لله عز وجل وبذلا للمعروف والإحسان. نعم. تقول أيضا في هذا السؤال: كيف نتحرى ليلة القدر وما هي علاماتها؟ ليلة القدر محتملة في كل ليالي الشهر، ولكنها في العشر الأواخر أوكد، والعلماء ذكروا في تحريها اجتهادات، فمنهم من يقول إنها أول ليلة من العشر، ومنهم من يقول إنها ليلة 23، يعني منهم من يقول إنها ليلة 21، منهم من يقول إنها ليلة 23، ومنهم من يقول إنها ليلة 27، وهذا القول الأخير أرجح، أنها ليلة 27، لكن لا يجزم بذلك، فلا يتحرى الإنسان ويجلس إلى أن تأتي إلى 27 ثم يقوم في هذه الليلة فقط، بل يقوم في جميع الشهر ويقوم في جميع العشر، لأجل أن يقوم شهر رمضان، ولأجل أن يصادف ليلة القدر، فيجمع بين الفضيلتين. نعم. البعض فضيلة الشيخ قد يتحرها في الأوتار من ليالي العشر ويقتصر في القيام على هذا. هي هذه الأوتار 21 أو 23 أو 27، لكن لا يقتصر كما ذكرنا، لأنه ربما لا تكون في هذه الليالي التي، مع أن قيامه محتسب عند الله في أي ليلة من رمضان، فيجتهد الإنسان في جميع ليالي الشهر من أول ليلة إلى آخر ليلة، ليجمع بين الفضيلتين، فضيلة قيام رمضان وفضيلة إدراك ليلة القدر. نعم. ولا يدري أيدرك هذا الشهر مرة أخرى أم لا. نعم، ولأن هذا الموسم لا يدوم، ربما لا يدركه مرة أخرى. نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الشيخ. أيضا هذه تسأل تقول: أقوم في بيتي، فما الأفضل لي، الإطالة في القراءة والقيام أم في السجود والركوع؟ الاعتدال، النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته اعتدالا، فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع وخفف السجود، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم متعادلة. نعم. والإنسان إذا صلى وحده يطول ما شاء، أما إذا صلى بالناس إماما فإنه يراعي أحوالهم ويخفف عليهم. نعم. تقول: أصلي القيام مع جماعة المسجد، ويحدث أن يقوم الإمام من السجود وأكون في دعاء لم ينتهي بعد، فهل لي أن أطيل في السجود لأتم هذا الدعاء المأثور الذي أحفظه؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فالمأموم يتابع الإمام، فإذا قام الإمام فإن المأموم يقوم معه ولا يتأخر عنه، ولو كان دعاؤه لم يكمل يكمله في السجدة الثانية. نعم. الحمد لله. عندما يقوم الإمام من الركوع يطيل قبل سجوده، وأنتهي أنا من التحميد، فهل أسكت حتى يسجد أم ماذا علي؟ كرري التحميد، كرري الذكر الذي يقال بعد الركوع. نعم. تقول أيضا: هذه: أنا نشيطة ولله الحمد، لكن يحدث أن أتعب مع قيام الإمام الطويل ومع استطاعتي الوقوف، فهل لي أن أجلس لأرتاح قليلا ثم أعود للقيام مرة أخرى، لأن ذلك أدعى لخشوعي؟ القيام في صلاة النافلة ليس بواجب، إن صلاها قياما فهو أكمل، وإن صلاها قاعدا حتى ولو كان عنده قوة يجوز أن يصليها قاعدا وهو قوي، وله نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. أما إن قعد لعذر وهو يريد القيام،
فإن أجره تام إن شاء الله، له أجر القائم، له أجر ما نوى. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. أيضا تقول يحلو لكثير من النساء في ليالي رمضان المبارك كثرة الخروج للأسواق مع تقصيرهن في أمر الحجاب ووضع العباءة على الكتف، فهل يؤثر هذا أو ينقص من أجل صيامهن؟ هذا من أعظم المصائب، إن هذا الشهر شهر الخير وشهر البركات شهر العبادات، ثم يتسلط الشيطان على المسلمين رجالا ونساء فيكون همهم التجوال في الأسواق والجلوس في المجالس والضحك والمزاح، ويمضي وقتهم في هذه الأمور، وكأن رمضان شهر نزهة وشهر فسحة. رمضان شهر عبادة وشهر جد واجتهاد وشهر حزم، ما هو شهر تضييع وشهر غفلة وشهر شهوات وشهر تجوال في الأسواق. هذا تضييع لأوقات رمضان الكريمة الشريفة. وإذا انضاف إلى ذلك محاذير من تبرج النساء وتعطرهن وسفورهن بالوجوه أو بالأكف أو إخراج شيء من زينتهن في الأسواق وعند الرجال، فهذه محرمات يشتد إثمها في رمضان أكثر من غيرها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.